نحكي عن ياسمين رئيس المرشحة لبطولة فيلم كلمة حب، مثل ما خبرنا عبد الفتاح الجريني بحلقة يوم الخميس، واللي قال فيها أنه هالمشروع بعده مش مكتمل. بس مع هيك شفناهم اجتمعوا مع بعض في مصر قبل ما تسافر على السويد حتى تشارك بمهرجان مالمو. هو قال كده؟ هو لو هو قال يعني ما أقدرش أقولك أي تصريحات دلوقتي، بس أنا وجريني أصدقاء، وهو دلوقتي بيعمل وركشوب تمثيل. على العموم ياسمين كانت نشيطة الفترة الماضية وشفنا لها أكثر من عمل، منها هالإعلان اللي صورته مع أكرم حسني بالهند وطلت فيه باللوك الهندي لأول مرة. والله أنا بشوف أنه حلو الواحد يتفرج كل شوية على حاجة جديدة، والواحد يغير من نفسه كل شوية، علشان ولا أنا أزهق ولا الناس اللي بتتفرج عليها تزهق، بس هي جت صدفة يعني. لهالسبب شفناها بكليب العالم جونا بتغني لأول مرة. وقبل ما نيجي هنا دلوقتي سمعناه بيقولوا مساجين. وبالجونة كمان البعض اعتبر إطلالتها جريئة على ريد كاربت، بالإضافة للفيديو اللي ظهرت فيه هي وعم ترقص بالأفتر بارتي مع زملائها الفنانين. أعتقد يعني أن أنا مغامرة في كل حياتي، مش بس في اختياراتي السينمائية. للحياة من غير ريسك أو من غير مغامرة يعني مش هيبقى ليها معنى. لكن كثرة التعليقات السلبية خلتها تلغي الكومنتس على حسابها على إنستغرام لفترة معينة وتكتب كفاية حرام عليكم كفاية، هو إيه إحنا بالنسبة لكم. ومن بعد الجونة سافرت للسويد لتعرض فيلمها بلاش تبوسني ضمن فعاليات مهرجان مالمو. كل مرة لما بتفرج على الفيلم ببقى مبسوطة ان انا عملت الفيلم ده، يعني في حاجات كده بتبقي مبسوطة ان انت عملتيها وان هي هتستمر معاك في تاريخك، فده فيلم من الافلام اللي انا فعلا مبسوطة ان انا عملته. انا مستحرمة بوسه. وحبها للسينما بيخليها تكون مقلة بالمسلسلات الدرامية. لو عندي الاثنين في نفس الـ عندي اختيار ما بين مشروع درامي أو مشروع سينمائي، هفضل أن أنا أدخل المشروع السينمائي. أفتكر هيكون مع هادي بوجوري.